اسمعي بقى، من يوم ما جوزك العواطلي ده قفل ورشته واتطردتوا من شقتكم وجيتوا قرفتوني هنا وانا مستحملكم ساكت يا بدريه، لكن دلوقتي ولادي جايين يعيشوا معايا. يا الف بركه يا اخوي. يعني البيت ده لازم يمشي زي الساعه، ده لو احنا عايزين نعيش مع بعض، والاسترج اللي قفل ورشته واستحلى قعده البيت وجوز النقاشين دول لازم يحترموا نفسهم. مفيش شقاوه في البيت وخبط ورازع، مفيش شيشه وسجاير، مفيش سهر وتلفزيون لوش الصبح. جرايه محرم، جرايه محرم، ما تضربنا بالطيران احسن. الله، ثم انت تتحكم فينا كده ليه؟ لا مؤاخذه، ما هو بيت ابوها زي ما هو بيت ابوك تمام. يعني ليها فيه زي ما لك فيه. اهدى شويه يا استاذ شاهين، ما يصحش كده. يا محرم يا حبيبي، الراجل ده صحيح شكله فاقد للاهليه لكن للاسف كلامه قانوني. ما تتبط بقى يا شاهين. انت مش سامعه الكلام؟ سامعه، بس بصراحه محرم اخويا عنده حق. ما تقلقش يا حبيبي، اوعدك اللي انت عايزه كله هيحصل. انت لو عايزني اسرب كلب البحر ده انا سربه. واولادكم هيتخندوا معاكم في اوضتكم، وانا هاخد اوضتهم لاولادي لحد ما نشوف حل. ايه ده؟ هيتخندوا معانا؟ خد يا دي سرجنت المارش يا ابني، يا ابني العبيطه، يا ابني العبيطه، دي سرجنت المارش. والنبي يا صاصه، صايق عليك النبي يا شيخ، وانت بتشتم بلي يعني؟ اشتموا شتايم مؤدبه شويه. عندك مثلا يا كلب يا سافل، بلاش بالاب والام، ولادي جايين. ايوه يا كلب، ما توطي صوتك شويه يا كنك، ما تتحمسش قوي كده يعني. وبعدين كل الناس اللي بتقعد عارفه ان انت كده كده جاي، هتروح فين يعني ببقك ده؟ وبعدين ايوه جاي، ده بيطلط. وطي صوتك يا كنك، اولادي جايين. صباح الخير يا ام عبير. صباح النور يا سي محرم. معلش يا ام عبير، انا بس بستاذنك، لما تحدفوا ميه غسيل يعني يا ريت تبقى ميه بنطلونات، قمصان، فانيلات، بلاش ميه شرابات، ربنا يخليك. تنفع ميه لبسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واخونا وجارنا محرم اللي ولاده اتاخدوا منه من سنين، الحمد لله ربنا اكرمه وراجعين ولاده، هيعيشوا معانا هنا. الرجاء التزام الهدوء والنظام، ولكم الاجر والثواب عند الله. أرجو ألا تنسى تعليمات محرم، لا يصح بوس أطفال في يابان. طب والأحضان نظامها إيه معاكم؟ برضو ممنوع أحضان. اطمئن يا سوزوكي، إن شاء الله محرم أول ما يشوف العيال هياخدهم قلمين. أوراق فيها معلومات أكثر، أكل، شرب، مواعيد، ودي شهادات تعليم أولاد موثقة. ساكورا تطلب منك أن تسرع في تقديم لمدارس، عام دراسي في بداية، ولا تريد أن يضيع عليهم. من بكرة إن شاء الله أقدم لهم في أحسن مدارس. سيب لنا الملف القانوني ده.